العلم الحقيقي والعلم الذي يراد ثوابه ونفعه للناس لا ينال براحة الجسد. فمن ظن العلم سيناله كسول أو عاجز أو متهاون، لا، العلم والانتفاع به لا ينال إلا بمزيد بذل ومشقة. ولذلك في تاريخ الأمة ملايين الناس، لكن كم العلماء منهم وطلبة علم مبرزين؟ تجدهم قلة في الناس، لأن العلم لا ينال براحة الجسد. فمن أراد أن يبلغ درجة العلم ودرجة العلماء والمعلمين لن يكون له ذلك إلا بماذا؟ ببذل جسده وببذل وقته وبتعب. فلن يأتي العلم إلى معذرة إلى كثير النوم، كثير اللهو، كثير الفضول، لا، أبعد ما يكون العلم عن هذا. لكن إذا اجتهد الطالب وبذل وقته بإذن الله عز وجل أنه يحصل شيئا من هذا العلم. إذا صدقت النية واستحضر الإنسان جانب الإخلاص ودعا الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع كما كان يسلم يسأل الله علما نافعا لعله أن يبلغ تلك الدرجة، أقول انتبه، لا يثنيك هذا عن طلب العلم، فإن في مجالس العلم خيرا وبركة ونفعا عظيما.